لاني بي وجهه. هلا من كل شيء نحن سمعناه بهالاربع صيام، هلا حدا منكم كثير بصير يتحمس مثلا وبدي افتح دور بالانترنت عن مثلا طب مفتوح المصدر، فدورت طلع معي اول فيديو، هذا فيديو ويكيلوجيا يعني نحن عاملينه، بعدين كلهم انجليزي المقالات. طيب اوكي انه انا انجليزيتي منيحه وعامل دورات كثير ممكن اقرا. فتحت شفت هيك هي المقالة يعني مكتوبة شي ست صفحات، فقلت طب اوكي يعني باخذ لغة ثانية. هي المقالة عن التصميم المدني مفتوح، طلعت هيك لقيتها كمان انه هي بحدود صفحتين وانا لحالي ونمالة ويعني مو نفسي قاعدة اقرا وطلع طابونس وهيك. وصرت بالاحباط. هلا نحن نلاحظ انه الانجليزي دائما عم يكون العائق لكل الخير اللي موجود على الانترنت، يعني دائما عم تكون عم تقص زجاجه اللي بيكون بيننا وبين كل هالمصادر اللي كثير خطيره يعني موجوده على الانترنت. فالحل اللي راح يخطر ببالنا انه اوكي بروح بشغل دوره انجليزي. طيب دوره الانجليزي شو ممكن تكون سلبياتها؟ انه هالمناهج اللي محطوطه بدوره الانجليزي ممكن محطوطه من قبل سنتين، يعني اذا كان حديث كثير ممكن يكون محطوط عن السنه الماضيه. طيب انا يعني ما بدي اقرا شيء قديم، زائد انه الزلمه اللي حاطط لي هالمناهج هو ما بيعرف مين انا، يعني ما بيعرف شو الاهتمام اللي انا عن جد مهتمه فيه، فليش لحتى اقرا شيء هو فرضه علي، او ليش ما اتعلم انجليزي من الاشياء اللي انا بحبها واللي انا مهتمه فيها؟ فعم يكون نحن انه مجهولين بالنسبه لهالزلمه، يعني فئه متعلمه مجهوله ومع هيك هن عم يحطوا لنا المناهج اللي نحن بنحبها. هلا الفكرة الثانية انه دورات الانجليزي كثير عم تصير مملة، يعني يوم عن يوم عم تصير مملة اكثر واكثر واكثر. زائد كمان فكرة انه بعد ما كثير عالم بيعملوا كثير دورات وبيدرسوا كثير سلاسل، بعدين بيروحوا بيحاولوا بامتحان توفل او ايلتس مثلها بيقوم بينصدم، لانه حقيقة اللي نحن عم ندرسه بالمدرسة واللي نحن عم ندرسه بالدورات هو مخالف، يعني هو عم يخدعنا تقريبا، يعني هو ما له بالفعل المهارات اللي انا بدي اياها او الشيء الحقيقي بالانجليزي. هلا الفكرة اللي بتخطر ببالنا الحل هو انه ليش ما استعمل الانترنت؟ يعني الانترنت فيها ديكشنريز ممكن بالانجليزي، في ديكشنريز ممكن تقرا لي وممكن تطلع لي الامثلة، هذا صرت انه بيطلع امثله عن الفكره، ممكن تطلع كثير صور واستعمالات عن هي الكلمه، بتعادل اكثر مما ممكن انا اتعلمه من الكتاب. طيب وين المشكله؟ انه انا صفيت فوريفر الون، انا عم بتعلم على الانترنت بس انا حقيقه يعني عم حس بالوحده، يعني فقدنا نحن العنصر الاجتماعي بعمليه التعلم اللي هو كثير مهم. يعني زلمه مثلا اذا تعلم كلمه ودماغه قال له انه انا لا انت ما رح تستعمل هالكلمه فهو ببساطه رح يبنيها. فنحن افتقدنا العنصر الاجتماعي، فنحن شو حاولنا نعمل؟ حاولنا نتغلب على هي على سلبيات التعلم الانجليزي عن طريق الانترنت بمشروعين. شو عملنا؟ بداية شلون بلش المشروع؟ بما انه نحن بدنا حابين انه نتعلم انجليزي من مصادر الاهتمام اللي انا بتهمني، اللي يعني كل واحد بتهمه، فلقينا انه تادي اللي هلا حكينا عنه فيه فيديوهات انجليزي، قررنا انه ناخذ الفيديو، يعني تقسمنا مجموعات، كل مجموعه بتاخذ فيديو هي حاببته، وحاولنا ندرس كلمات هي المجموعه، كلمات هذا شو اسمه الفيديو. هي وش هي عملت، شوف شو نحن صرنا نعمل، مثلا ناخذ مثلا هي جمله قايلها الزلمه بالفيديو، فنحن قطعنا الصوت تبعها وفرغنا مكان الكلمه الجديده يعني انا بدي يعني بدي نحفظها، وبنشغل الصوت وبنخلي الفضول هو يهزا شو هي الكلمه، زائد انه بنطلع صور عن الكلمه وكوميكس واستعمالات كثيره، ويعني لحتى نقدر نرسخ هي الكلمه بذهن الجميع. هلا هي المرحله الاولى، المرحله الثانيه اللي عملناها هي ورشات ترجمه تعاملية. شو عملنا هون؟ جمعنا مقالات، يعني تقسمنا كمان مجموعات، كل مجموعه قررت شو هو اهتمامها، نقينا مقالات وحاولنا نترجمها، يعني ليش ما نحن نحاول نتعلم انجليزي بنفس الوقت نغني المحتوى اللي على الانترنت. فعندنا هي مجموعه الطول، نقيت هي المقاله المخيفه اللي من شوي تعبنا منها، حطيناها على البايلوت باد. هلا هي البايلوت باد هي
هي بعد ويكولوجية بقوة يعني ويكولوجية جدا. هون شو بصير؟ إنه هاي الصفحة بتخليني أكتب أنا ورفقاتي بنفس الوقت، يعني كلياتنا نعدل على نفس المقالة بنفس الوقت. هلا هون هذا الإنجليزي وهون الترجمة، وكل لون هو بيكون لزلمة. هلا هون مثلا لي لون أزرق، بس أنا كنت لحالي يعني لأنه بعرف فتحته. ف يعني بس هون كنا على عدد الألوان، كان في عالم كنا كلياتنا عم نترجم. هلا شو كمان عملنا؟ إنه الكلمة الجديدة ليش ما نتشارك فيها؟ يعني حتى ما نكون فوريفر الون، ليش ما نحطها على الفيسبوك؟ حطينا الكلمة ويصير نقاش ونحط صورة وإنه نحاول إنه كلياتنا نحفظ هي الكلمة. هلا هي كمان مجموعة الفابولوجيا، أعتقد مصطلح المصدر. شفنا هذا الفيديو، فيديو البرو، إذا بتتذكروا يوم الأربعاء عرض وكان مترجم. هون شوفوا عربيك 100%، يعني نحن قدرنا نترجمه. كمان أخذنا سبتايتلز إنجليزي تبعه وحطيناها الكود وكمان ترجمناها ورجعنا على حطيناها على الفيديو حتى صار العربي 100%. هلا هي مجموعة ويكي تيكي. كمان نحن أخذنا فيديو ذا ستوري أوف لينوكس، كمان انعرض بأول يوم كان مترجم، حطيناها على الكود وترجمناها كلياتنا سوا، وهي كانت النتيجة إنه العربي 100%. استمرينا هيك، عملنا ورشتين ورشات ورا بعض، فكانت النتيجة إنه الميديسن 2 صارت الطب 2.0 وموجودة على ويك ويك، على موقع ويك ويك، فيكم تشوفوها، فيكم كمان تتعرفوا عليها. مقالة التصميم المدني المفتوح كمان صارت على ويك ويك موجودة، طبعا هي أطول بس أنا هيك قصيتها. وهدول الفيديوهات، فيديو لينوكس وفيديو الكراو وفيديو عن ديولينجو، كمان هدول ترجمناهم. هلا نهاية آخر نشاط عملناه هو كان ترجمة فيديوهات فابولوجيا اليوم الأربعاء، وقتها كان في نشاط تعريف هندسة حواسية هندسة طبية وهي، فإحنا نحتاجوا كم فيديو مشان يعرضوهم بدهم سب تايتلز لإلهم، فعملنا إيفنت على الفيسبوك ويعني تشاركنا كلياتنا، يعني هالشي كان اختلاف دمشق معنا، وحاولنا نترجم الفيديوهات وبالفعل ترجمناها. هذا هو رابط المجموعة الثانية على الفيسبوك، يعني تتابعوا الأخبار، ممكن نعمل ورشات إن شاء الله بجنبتها. شكراً لكم.